أكرمكم الله بالأجر والثواب. السلام عليكم ورحمة الله. كون يحفظ ربي غصاد ندفن ولتمات فاطمة جوطان هي الفنانة باهرة مقرن غصاد الديسن بسلامة غصاد الديسن نقرا نضل بربي تبارك وتعالى ستي يرحم. فاطمة جوطان تموت رديت في البلاص نص رديت في الموضع نص رديت في الجمهور نص رديت في الايتماس رديت في الاحباب نص. فاطمة جوطان تقايت تمغار تقا حنونة تحنى تقايت تمغار يحبان اكدود نص يحبان لاصل نص حبان الثقافة نس فاطمة جوطان ورتاغك يجي وحريق الأستاذ حماد بدوج نسلح قازداغ فاطمة جوطان عرفتون غاريا نسيان والنايف ثاني في البلاص نستخوا تموكريست مقورن ورانت سنسل حق نسن عرفتون فاطمة جوطان ربما هترت عنايس وكواسناياد ولكن فاطمة جوطان طويد لامورا سيتو يكفى الحقنس نكرتيني فاطمة جوطان طويد لامورا سيتو يكفى الحقنس ورا سيتو يكفى حتى 5% غير الحقنس يعني راه نزر غير من شك الاعمال هاد لادي زرين خت الفازه ورجو كيس نتصوري مسكينه ورجو ولا ولا مستقيسي وين خدمه ضنت ولا انت تكبد الترنر رغلي اي اللي قست لك فاطمه جوطان مسكينه قست لي المرض وقست نصبر ولا تيتيني حتى يعني علاش اشكو ديجا يعني يفات تصدق قرن البيبان قند فود منس بزاف 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 يعني بنادم الوقت اللي كما 65 سنه 68 سنه 67 سنه ارت عاني هي اللي دارت الدياليز واني تما وكنسول مسكينه ديما الضوامان المصروف يعني ما هذاك خصها اللي تنازور فاطمه جوطان تسولور تا ويغما الوقت اللي لك الوقت اللي لك الدرجه نغمس نطماضون خصها تسولور تا ويغصير تسولور تا ويغصير يغصير بيتا مازيرتا تستغيستاوي ولكن مسكينه تكفى وين نور طمز الحق نس المهم اي اللي فلا سيتو كتاب نتزريت غنشكل لا سيتو كتاب غدوني تزريت ارتيني وقدود نسكل استر رحم ربي تبارك وتعالى راس نتصرحمو انا لله وانا اليه راجعون ارجون الطلب اديس الدعوه كون يحفظ ربي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم أشتر 24 مرحبا. صراحه انتم كنشكركم بزاف لان كتادي واحد الواجب وراح انتم راه تقريبا في المجال الفني داكشي اللي كنعانيو منه ربما انتم كتعانيو منه. بالنسبه للفنانه فاطمه جوطان الا جيت ندوي ما غاديش ما نعطيش في حقها حتى جوج كلمات اللي يكونوا خصني بزاف نبقى نهضر حتى الصباح باش نقول داكشي اللي خصني نقول على ديك السيده الله يرحمها ويوسع عليها. عطات الكثير للفن الامازيغي. الا بغيت نقول الفن المغربي صراحه ما خادش حقها ولكن لا اله الا الله دايما الله بغاها الله. الله يرحمها ويوسع عليها كانت انسانه طيبه صراحه. استاذه الا جيت نقول غادي نقول لكم سيده الشاشه الامازيغيه لان انا خدمت معها بزاف صراحه. كان كيكونوا دي سيناريو كان هذا ولكن كان كرياسيون ديال شحال من شيء او مشاهد على القوت الاكبر كنكريوها غير بعضياتنا يعني بحال هذه الفنانه اش غادي نقول لك قليل فين غادي نلقاو بحال الله يرحمها ويوسع عليها لا قوت الله اكبر. ربما يعني ظروف العمل يعني ظروف انكم يعني ولاد منطقه وحده كيفاش كان التعامل ديالها في الاونه الاخيره ربما؟ لا التعامل ديالها هو ديما كيف قلت لك كان ديما التعامل ديالها جميل مزيان مع الفنانه ولكن بحكم المرض لان كانت كتعاني مسكين كانت كدير دياليز كانت السكر وهذا يعني كتعرف الانسان اللي مريض دائما كيكون التعامل ديالو شويه راه كيتعامل معك مزيان شويه كيتقلق شويه هادي شويه هادي ولكن حنا عارفين الظروف وهما الحكم كنحكموا عليها بانها فنانه ديالنا كبيره اللي دارت هو هذاك. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.